عليكم حبيباتي بخير وشي اموركم مزيان. متتبعات ديالي الاوفياء جدادات هما كذلك اللي صادفوا هاد الفيديو، مرحبا بكم. معكم ليلى من قناه ليلى اند فلوغ شانيل. المهم اليوم غندير معكم الطنجيه من طلب مرات عمي، تحيه ليها من هنايا، مرحبا. ومهم هذه هي طريقتي ان شاء الله اللي غتشوفوها في الطريقه الطنجيه. الدجاج البلدي كيجي رائع، احسن من الرومي. الرومي تاهو كيجي ولكن البلدي كيجي هائل هائل هائل. ما عندوش بلدي يدير الطاوسي او الكروازي ولا شنو كيقولوا، لا تاهو راه مزيان كيجي. المهم كتجي معلكه لذيذه زوينه واللي ذاقها كتعجبو. دابا انا خويت الطنجيه هنايا ونشارك معكم الطريقه ديالها، مرحبا بكم، تبعوني ان شاء الله معايا الفيديو هذا، غتعرفوا الطريقه ساهله وكيجي لذيذ. الطنجيه المراكشيه المشهوره، حيت ما عندناش الفرناتشي هنا في هذه المدينه من غير مراكش، كاين فرناتشي ولكن ما غيعرفوش يقابلوها يطيبوها، لهذا كنختصروا كنديروها في الكوكوت. كوكوت باش تجيكم الطنجيه مزيانه يكون الكوكوت مجموعه، يعني ما تكونش اللحم قليل وسط الكوكوت، فهمتي؟ اولا تاخذوا كوكوت صغيره اللي تجمع لكم داك اللحم، باش مما كان مجموع هو بحال شكل الطنجيه، هذا هو السر ديالو، كيجي لذيذ. حسن ما تكون كوكوت مثلا كبيره والكميه قليله كيجي ما كياخذش هذا الحق في الطياب وحقه في هاد التوابل اللي كنعملوا معاه، باش يجيكم بحال الطنجيه الاصليه. ومرحبا بكم، تبعوا معايا هذا الفيديو ان شاء الله، واللي ما اللي باقي جديد معنا ما تابوناش يتابونا معنا، ولايك وواحد التعليق زويون بحالكم. شنو نقول لكم، مرحبا بكم ويلا تبعوا معايا هذا الفيديو ان شاء الله حبيباتي كاملين، ان شاء الله يعجبكم وجربوها ما غتندموش. راه البنات اللي ما عندوش الدجاج ممكن يديرها حتى باللحم، خصوصا عيد الكبير دابا جاي، والعنقره عندك العنقره بمنطقه السنسور والعنقره كتجي بها رائعه رائعه بنفس الطريقه نفس التوابل هادو اللي درت، راه كتجي زوينه. ومرحبا بكم، يلا تبعوا معايا الفيديو. السلام عليكم. المهم ندوزو دابا للمقادير. الدجاج انا عندي كروازي اولا بلدي مقطعه طريفات صغار، كونجي راه مجمد قطيعات صغار باش كيطيبو دغيا وكياخدو حقهم من الشرمولة. وهدا كنحتاجو كمون، جوج معالق كبار الكمون، معلقة واحدة ديال القزبور حبوب، هدا قليتو مطحون مقلي محمر شوية، ماشي مقلي محروقي، محمر سخون شوية ومطحون باش كيعطي واحد النسمة زوينة. رويس معلقة صغير ديال البزار اللي ما بغاش يديرو بلاش. كنحتاجو معلقه ديال الايدان او السمن، معلقه هكا بهذا الحجم كبيره عامره بزاف. كنحتاجو فص كبير هكا ديال الثومه، وانا كنبغي نزيد زدت واحد الصغيور، يعني اللي ما كيبغيش الثومه ياخذ غير واحد هكا. غادي نقيه انا غادي نوريكم المقادير دابا من بعد غنقيه. جوج حامضات مصيرين عندي هادو صغار كنديرهم، الا كان كبار حامضه وحده، يعني النص كنخليه في الجلفه ديالو والنص كندير غير البابه ديالو، غير الوسطينية يعني غير اللباب الداخليني، كنديرش القشرة، يعني إلا كترتي من القشرة كتطلق واحد شوية المرورة. تقريبا الزيت دابا حاطة كاس معورش بزاف، المهم نقدر ندير نصف ديالو، عيني ميزاني أنا في الزيت، زيت الزيتون بطبيعة الحال، زيت الزيتون. والدجاج هذا هو المقادير اللي عندي، غنديرهم في الطنجية ديالنا وغنوريكم من بعد شنو غندير. او معايا البنات، المهم الدجاج غنديرو هنا في طنجرة الطاط ضروري، لان الدجاج مكيطيبش دغيا. ممكن ديرو دجاج رومي، يعني كنقولو دجاج رومي دجاج الابيض، كيجي زوين، ولكن هدا كيجي حسن، هدا كيطلق واحد الجيلاتين فيه روعة، كتجي معلك وكيجي زوين. المهم كنديرو هاد هكايا، نصدعكم. المهم هاد السمنة بحال هكا كنديرو هاد فصوص الثومه، انا معاك كنديرو في الكونجيلاتور دابا ملي كنقي مش كيكون الثومه، انا كنحتفظ بها بقشرتها في بلاستيكه في الكونجيلاتور، يعني ما كتخسرش ليا، ما كتنبتش ولو يبقى حتى العام بقشرتها، بكل ما كنهز الفصوص اللي تسع لي بغيت. الحامض المصير كيجي لكم البنات، ها انتما نص حامضه خليتها بقشرتها حيت عندي الحويضات صغار،
هي تبقشرتها وحامضه ونص الاخرين هانتوما حيدت لهم قشره يعني قشلت. دابا غنخليهم هكا. يمكن ندير لهم الملح ولا انا نستعمل اصلا الملح شويه ونصير كيكون مالح. يلا كيجي في الذوق هو هذاك. هنا شي معلقه ديال القزبر محبوب مطحون ورص معلقه ولا نص معلقه صغيره ديال البزار. اللي ما بغاش يدير البزار حيدو. انا كنبغي ديك نسمه البزار شويه كتزيد ثلاث ذوب. هذه هي الطنجيه ديالي كندير اللي ضاقه كتعجب. هنا جوج معالق كبار ديال الكمون. صافي الزويته هي هذه ديالنا. دابا الزيت عيني من ثاني باش يجي يدم بزاف. ها نتوما الكاس اللي خليت منه تقريبا نقولوا نص كاس. نص كاس والماء. الماء كندير الماء الماء واحد اللي مهمه ما ذكرتهاش دابا غنذكرها لكم. انا هي كنخليها هي الاخرى وكندير هو الزعفران زوبا. البنات هو الزعفران زوبا نستا كنبين لكم هاكا. حطيته في نحطيته في الطنجره البنات النار بحال هاكا نحط عليها هاكا نخلي الزفاره ملي كدور هنا الدور كنقصو العافيه. هذا واحد المثالين غنبقى نجيب المرقه ديالنا شكي كتبقى ومره مره كنقلبها حتى كنقلب التحسيني كيبلي فوق باش كلو كيشرب ديك الطغميره ديالو ديك المرقه ديالو كيجي لذيذ. هنا في هاد اللحظه غنزيدو شويه الزيتون غنزيدو الزيتون ديال الدار. هاد الزيتون ديال الدار غنحركو غادي نحركو نبقاو نحركو فيها هكايا. المهم نبداو نجيبوه مزيان بلا معلقة غير هكا باليدين تاعكو كنهزو باليدين ونقلبو ونشقلبو يعني لتحتيني ولا رجع فوقيني هكا نبداو نحركو. شكون اللي شرب التمر ما شاء الله هانتوما فتي لذيذة. الملح واخا ما درنا الملح كيجي هو هذاك مع داك المعلقة ديال من داك المصير مالح كيجي لذيذ هو هذاك كيجيش مالح. ما تزيدو الملح راه تقفر واق. طرات لي واحد البرا من هادي صافي بغيت نخليها هكا كيجي هو هذاك. يلا بصحة راح انا نحطها المقدمة معاكم ان شاء الله تعجبكم يا رب. البنات هانتوما هيا المرقة ديالنا هادي هي الطنجية ديالنا ما شاء الله تبارك الله. مرحبا باللي جديد معانا اللي ما مشتركش يشترك ان شاء الله ويتابونا ويعمل لايك واشتراك وجرس الرنين يوصلو كل جديد. هي ترى مرقة خضرا كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الطريقة ديال طنجية الدجاج كتجي لذيذة وزوينة.